ولنقاش ملف الأوضاع الاقتصادية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي صباح علو. أهلا بكم أستاذ صباح. أهلا ومرحبا بكم. بتزامن مع إقرار وزارة التخطيط في العراق بارتفاع معدلات الفقر، ما الأسباب الحقيقية التي أوصلت بلدا غنيا كالعراق غني بالثروات النفطية لهذا الوضع الاقتصادي وهذه الأزمات؟ حقيقة تحول الفقر بالعراق من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي، وهنا تكمن صعوبة حل هذه الظاهرة. لذلك هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر وكذلك أيضا معدلات البطالة. أولى هذه الأسباب الأساسية والجوهرية تتمثل بثلاث عوامل أساسية، حيث منذ عام 1990 العقوبات الاقتصادية الدولية بعد احتلال الكويت وضمن القرار 1483 تم رفعه في 22/5/2003 أي ل13 سنة، أدت إلى انخفاض كبير جدا بالناتج الإجمالي المحلي. من 1990 كان 179 مليار دولار إلى 36 مليار دولار عام 2004. هذا أدى إلى انخفاض في القوة الشرائية وزيادة نسبة الفقر المتعدد الجوانب. في هذه النقطة بالحديث عن الفقر، الحكومة في العراق أرجعت ارتفاع معدلات الفقر لارتفاع عدد السكان إلى 40 مليون نسمة مع نهاية عام 2020. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر العامل السكاني في دول كالصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان باعتبارها قوة اقتصادية كبيرة في العالم؟ لا يمكن تصديق هكذا إحصاءات أو هكذا تحليلات اقتصادية حقيقة تنعكس على واقع نسبة الفقر، وهذا أنا أعتبره كذبا على المنظمات الدولية، حيث أن 2014 كان الناتج الإجمالي للعراق يتراوح 234 مليار دولار. بدأ بالانخفاض 2015 177 مليار، 2016 174 مليار، 2017 195، 2019 عاد إلى 234 مليار دولار، علما بأنه هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير جدا متمثلة. أولا حيث أن تداعيات الاحتلال الأمريكي المتمثل في وقف كثير من المنشآت الإنتاجية أو تدمير للبنية التحتية في الثلاث سنوات الأولى من الاحتلال، إضافة إلى نصيب الفرد من الإجمالي حقيقة 1990 كان 10,326 دولار، بينما 2004 إلى 2007 لم يتجاوز 2000 دولار. وهذا يعطي مؤشر لانخفاض القوة الشرائية للفرد والزيادة في نسبة الفقر بشكل كبير جدا. من الأسباب أيضا الفساد المالي والإداري وعمليات الهدر للمال العام، حيث فقدت موازنات كثيرة مرت بالعراق وآخرها 2021 ما خصص لرفع نسبة لتخفيض نسبة الفقر وكذلك أيضا البطالة. هناك تخصيصات بسيطة لا تتناسب مع الموازنة العالية جدا والانفجارية
التي يتبجح فيها القوى السياسية الممثلة ب 164 تريليون دينار عراقي. في هذا السياق أستاذ علو، بالحديث عن البطالة، كانت لجنة العمل النيابية كشفت أن أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي يعمل في العراق. إلى أي مدى أثرت العمالة الأجنبية على الوضع الاقتصادي وعززت البطالة في العراق؟ حقيقة هذا ليس سببا مركزيا. كثير من دول العالم التي تستورد عمالة أجنبية وتعمل فيها وهي ليست بإمكانيات العراق المالية والمادية لديها عمالة أجنبية ليس سببا، ولكن السبب الجوهري والأساسي أن إجمالي القوى العاملة بالعراق لسنة 2013 تقدر ب 10,475,000 نسمة. هؤلاء يعمل منهم 5,883,000 يعملون في الجوانب الخدمية والإنتاجية والأمنية والجيش وغير ذلك، أي بمعنى أن هناك ما يقارب 5,000,000 نسمة من السكان معطلة القوى، لم يتم توظيفها بالشكل السليم والصحيح ضمن مشاريع استثمارية. وبإمكان العراق أن يفتح مشاريع استثمارية يحتاج إلى 10,000,000 من القوى العاملة. لذلك هذا ليس سببا مقنعا في الموازنة. لذلك نلاحظ أن هناك ضعف كبير جدا، حيث أن الصحة تغطي خدمات 33% من سكان العراق، أي بمعنى أن 67% محرومين من الخدمات الصحية، ما يقدر ب 26,000,000 من سكان العراق. أما التعليم يستفيد من خدمات هذا القطاع 60% من سكان العراق، أي أن 40% من السكان هم بدون خدمات تعليمية، أي نحو 16,000,000 عراقي يفتقر للخدمات التعليمية. مستوى المعيشة لا يشمل مستوى المعيشة في العراق وفق المعايير الدولية سوى 6% من السكان، فيما يعاني 94% من السكان من اختلال كبير جدا في مستوى المعيشة في البلاد، مما يشكل مأزقا قد يطول أمده في ازدياد نسبة الفقر، وكذلك أيضا البطالة التي تشكل خطرا كبيرا جدا، الذي تدفع بعمليات الحراك الشعبي والتظاهر. وأنا في اعتقادي 2021 بهذه الموازنة في العجز الكبير جدا فيها سيكون هناك حراكا شعبيا كبيرا، وقد يؤدي ذلك إلى عملية تأجيل الانتخابات القادمة في حزيران، لأن البيئة غير سليمة وغير صحيحة لإجراء انتخابات شفافة تعطي الإمكانية لحرية الانتخاب. شكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي صباح علو، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.